الشاعر القاضي محمد عينينا هو عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب والأدباء الموريتانيين 2012-2015، عضو مؤسس ونائب رئيس منبر أدباء وكتاب موريتانيا 2017، حاصل على شهادة الماجستير دكتوراه سلك الثالث في علوم الحياة في قسم علم الحيوان بكلية العلوم في جامعة طرابلس. ظمأ الفؤاد إذا رعوا يشكو إليك، صدى النوى للحب ألف رواية والصدق أنبل محتوى. أشتاق وجهك سيدي، ظمأ استبد وما ارتوى، أنت الذي رسمت يداك رؤى الدروب بلا التواء. للغارقين بغيهم والتابعين مدى الهوى درب يجب بخطهم، وجع النفور إذا استوى وإذا ارتضاك مآبهم، واحتباؤك من أوى. والمعتدون برأيهم كل تألم واكتوى، والله أقسم مادحا لك في الكتاب إذا احتوى. والماتحون علوهم راموا روافدكم سوى، فاخضر زرع صدورهم كي يشرئب إذا ارعوا، أنت المؤصل مرتقا للعالمين ومرتوى، فحويت شرعة سابق والآي أزهر محتوى. يروي المداد شعاعكم والحرف صدق أو روى، والأرض تعشق خطوكم، والجذع أن من النوى، والشمس تعشق ظلكم، والمزن فوقك ما التوى، والماء يعشق ريقكم، والتمر يعشق والنوى، والكائنات بشوقها كل تمثل أو نوى. وأنا نذرت محبة وتولها، غلب الجوى يرجو الوقوف بروضة، جسم ينال بها الدواء. صلى الله وسلم على سيدي محمد صلى الله عليه وسلم.